قبل كل شيء عايزين نعزي أنفسنا طبعاً في ضحايا حادث معهد الأورام. ربنا يرحم يا رب جميع الضحايا ويغفر لهم يا رب ويسكنهم في سيح جناته ويصبر أهلهم ويصبرنا جميعاً. ونتمنى كمان الشفاء العاجل لكل المصابين إثر هذا الحادث. يا رب دايما مصر تبقى في امن وسلام وما نشوفش حوادث باذن الله تاني. في نفس الاطار طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بيعني حادث معهد الاورام وببالغ الحزن والاسى طبعا ضحايا هذا الانفجار امام معهد الاورام. تغمدهم الله بواسع رحمته والهم اسرهم الصبر والسلوان وكل التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. ربنا يرحم الجميع يا رب ويشفي كل المصابين إن شاء الله. حادث أكيد كلنا متأثرين به وإن شاء الله بإذن الله ما يكونش فيه حوادث أخرى ويكون دايما الشعب المصري في أمن وسلام كالعادة.